طيب اوكي، طب باي باي دلوقتي. باي باي. في حدا؟ لا مفيش حد. مع مين عم تحكي؟ ده عمي رفيق، كنت بسأله على ماسة بس لقيتها مش موجودة. في شي خبرية جديدة حابة تخبريني اياها؟ في ايه يا أمير؟ لو عندك حاجة قولها، احنا في الجاليري. كرم بيعرف شي؟ لا طبعا. ليه هو قالك هذا؟ لا مالي، بس صار له فترة عم يلمح. لا طبعا ما يعرفش أي حاجة، تبقى مصيبة. لو كرم عارف هيقلب الدنيا. انتي ليش ما بتقعدي هاي الفترة كلياتها بالبيت؟ حاجتك روحة وجاية. عادي خليكي مع زين، حاجتكم شنطتها. واجيب فلوس منين؟ انت الناس اللي باخد كام هنا؟ سارة أنا قلت لك بعطيكي قد اللي بتاخديه هون مرتين ثلاثة. ما بينقصك شيء لا أنت ولا هو. طالما أنا أبوه فأنا متكفل بكل شيء. موضوع المصاري لا تاكلي همه نهائيا، خلص. ولو يا سارة، عن جد هيدا عرض ما بيتفوت. شو أمير؟ عمهلك عمهلك. ليكي هالمرة رح سامحه، بس ما يعيدها مرة تانية، لأنه أي حدا بديله كان بيتمنى الموت، وما أعرف أنا هيك سر.